اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الفار، الفقره التحكيميه الاسبوعيه في برنامج الترند اللي اكيد فيها تفاصيل وكواليس. مش بنتكلم في الحالات التحكيميه فقط او بنتكلم في الامور الفنيه اللي بتحصل في المباريات، ولكن في كواليس وفيما وراء الستار متعلق بملف التحكيم. واكيد الموسم بادئ سخن جدا، لجنه موجوده، لجنه مشت، جت لجنه جديده هتقعد فتره مؤقته، في مجلس اداره جاي، هل هيجيب خبير اجنبي؟ ملفات كتيره بنناقشها بالتاكيد كل اسبوع من خلال برنامج الترند. النهارده اكيد هيكون عندنا تفاصيل كتيره، يعني كثيره وجديده الاثنين في نفس الوقت. بس قبل ما ادخل في اي تفاصيل لازم بالتاكيد في البدايه ارحب بالكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي هنا في قناه الاهلي واللي بينورنا وبيشرفنا دايما في فقره الفار. كابتن ناصر مساء الفل وازيك؟ مساء الخير على كابتن محمد وتحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. النهارده كابتن ناصر هو ما خدش القرار وصفر، انا اللي هصفر وارحب بالتاكيد بضيف فقره الفار النهارده اللي معانا ولاول مره، واحنا بنعمل دايما تنوع كده في هذه الفقره التحكيميه. معانا الكابتن ايمن نادي جيش احد الحكام المساعدين الدوليين اللي ليه باع طويل جدا في الملاعب، وكمان احد اعضاء اللجنه السابقه في فترات طويله جدا، اشتغل مع خبراء اجانب واشتغل مع يعني رؤساء لجان مصريين، فعنده خبرات كتيره جدا في لجان التحكيم زي كابتن ناصر كمان في فترات سابقه. كابتن ايمن منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. نورك يا كابتن محمد، تحياتي ليك ولقناه الاهلي والساده المشاهدين، وبرحب بالكابتن ناصر وسعيد اني موجود معاكم النهارده. سعداء بوجودك، طبعا كنت شرفتنا في قناه الاهلي فترات طويله بس النهارده عوده كده بعد غياب فتره. بشرف بيك وحبيبي دايما. اهلا بيك حبيبي. طيب ابدا معاك كابتن ناصر، لجنه موجوده وجت لجنه جديده، وكنا كل اللي بنقوله على اللجنه السابقه يمكن يتنفذ او يتحقق على ارض الواقع، امور فنيه مش موجوده، خلافات كبيره شايفينها موجوده على الساحه. فلما اتخذ القرار بتعيين لجنه جديده، اللجنه اعلنت استراتيجيه نفس التفاصيل اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده يا كابتن ناصر. انا اولا سعيد جدا جدا ان احنا كنا فتره كابتن محمد اشتغلنا على الجزء دوت وقلنا مطالبنا ايه او وجهه نظرنا ايه في القصه الخاصه بلجنه الحكام. والحمد لله كل اللي احنا قلناه كابتن محمد في الفتره ديت اتحقق مع لجنه الكابتن ياسر عبد الرؤوف. كل شيء هم طلبوه توافق عليه. بس السؤال هنا هو انتوا ليه ما عملتوش الكلام دوت مع اللجنه اللي فاتت؟ لان المطالب كان ليهم مطالب ايضا، للاسف انتم يعني ما لبيتوش المطالب دي. تقصد الاتحاد؟ اه. طب يمكن اللجنه ما طلبتش؟ اللجنه طلبت. طلبت؟ اكتر من مره، وانا قلت الكلام دوت ان هم طلبوا اكتر من مره. بس انا هنا بلوم على اللجنه ليه؟ لان لما انا اطلب يا ايمن حاجات تساعدني في لجنه الحكام وبعدين انا مش بلاقيها متوفره، يبقى لازم اخد بعضي واسيب اللجنه وامشي. مظبوط، ده الصح. انما ان انا اقعد وفي امور كتيره جدا جدا فايتاني من الاتحاد، سواء بقى تشكيل لجنه سواء معسكرات. كابتن الموسم تم اعداده بشكل يعني غريب جدا، موسم مش جيد، بدايه المعسكرات، موسم فيه مشاكل تحكيميه، وانت عارف كل الكلام ده احنا اتكلمنا فيه، مفيش داعي ان احنا نتكلم فيه تاني. ولكن انا بقول لما بيكون اللجنه ليها مطالب ولجنه قويه تقدر ان هي تشتغل، ودي البدايه. دايما بنقول بالتوفيق طبعا لجنه الحكام اللي جايه من خلال قناه النادي الاهلي كابتن محمد، واحنا هنا بنبرز بعض الامور اللي نلفت فيها النظر للجنه الحكام الحاليه. مش بننتقد ولا حاجه، احنا معاكم دايما واقفين في ظهركم. محمد سعيد وقناه الاهلي والترند وكل القنوات اللي هي بتساعد التحكيم او بتدعم التحكيم محتاجين ان احنا نشوف حاجه جديده. نتمنى. احنا عندنا يمكن حلقه النهارده، اتمنى ان لجنه الحكام تشوفها، حلقه مهمه جدا جدا جدا. بيتابعوا ما تقلقش. اتمنى كابتن ايمن النهارده حلقه جميله جدا جدا. بس. طيب كابتن ايمن، انت كان ليك تعليقات كثيره الفتره الاخيره ومنذ رحيل كلاتنبرج وبيريرا كان ليك تعليقات كثيره، ايه اللي شفته الفتره الاخيره ودلوقتي اللجنه الحاليه كتبته حتى على صفحه الاتحاد وقالت هنعمل كذا وكذا وكذا؟ في البدايه طبعا انا احب في الاول اشكر الكابتن محمد فاروق والكابتن ابراهيم والكابتن حمدي والمجموعه اللي كانت موجوده كلها، بنشكرهم وقدوا دورهم. يمكن كان في بعض الحاجات اللي هي الكابتن ناصر نوع عليها، يعني جت كابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن تامر دري والكابتن توفيق السيد دكتور عزب. الحقيقه الامور في البدايه زي ما انت بتقول كده مبشره الحقيقه بالخير، يعني يمكن اللجنه زي ما شفنا كابتن ناصر نزلت تعليمات للحكام. اللجنه دي عشان تبقى عارف يمكن الكابتن ياسر يعني مش زميل بس، يعني يمكن اخ وقريب مني جدا يعني، وانا اعرف هو بيفكر ازاي. يعني حته الانضباط والالتزام دي مهمه جدا، يعني اذا كان هيبدا بالحكام طبعا في بالمنظومه التحكيميه، واكيد بيطلب انه بره يبقى فيه برضو التزام من الفرق والانديه والاجهزه الفنيه كابتن ناصر والكلام ده. لو بصينا للحاجات اللي نزلت، اول حاجه زي ما قلت لك هو نزل تعليمات للحكام
ودي حاجه جميله جدا يا كابتن ناصر، ان الحكام الميديا والفيسبوك والكلام ده الحقيقه شيء، يعني انا بقول شيء رائع. ونزل موضوع المعسكرات واللي احنا البيان اللي يمكن انت اكيد اكيد كلنا اكيد عرضته وبتاع، هتلاقي فيه كل حاجه. يمكن بس انا اقولك على حاجه معينه، حاجه او حاجتين في الموضوع دون. الحاجه الاولى ان احنا لاحظنا كابتن ناصر ان في فار هيبقى فيه سيموليتور، في تدريب للحكام، هيبقى فيه عربيات، العربيه الفار هتبقى موجوده، هيبقى فيه محاكاه طبيعيه وتدريب فعلا موجود للفار. اللي عايز اقوله لك يا استاذ محمد ان انا طول ما كنت موجود في الفتره اللي هي قبل الموسم اللي فات ما كنتش موجود طبعا، الفتره اللي قبل كده ومع الاجانب وطول الفترات اللي فاتت الكلام ده ما كانش موجود، تدريب الفار ده ما كانش موجود ما كانش موجود نهائي، ولا اجهزه ولا السيموليتور ولا التدريب. ليه ما طلبتش المحاكاه؟ اكيد طلبوا زي ما قال لك كابتن ناصر. لا انت كحركة عضو لجنه ليه ما طلبتش؟ لا لا ما كانش في، بص انت بتطلب الاجهزه ما بتجيش، يعني بكلمك على الفتره كمان الموسم اللي فات، يعني التدريب الاجهزه دي مش موجوده اصلا، اجهزه التدريب العملي مش ليه موجود. مش دي اجهزه الفار الموجوده في الماتشات؟ لا لا هي اجهزه السيموليتر دي فيها اجهزه تبقى لازم تبقى موجوده يا استاذ محمد للتدريب، لتدريب الحكام دي بتبقى. بس كابتن ايمن دي، طب اكمل الجزئيه دي يا كابتن، دي بتبقى موجوده، ده تدريب مستمر طول الموسم يا كابتن. فدي هتبقى موجوده في، يعني احنا مثلا قبل الدوري الممتاز ما كانش في معسكر لحكام الفار، يمكن كان في مشكله، كان في عضو لجنه مش موجود، وجي عضو لجنه قبل الدوري بيوم، فكان في تخبط في امور معينه فنيه. فانا شايف الفتره اللي جايه الحقيقه ان الامور هتبقى كويسه. يمكن برضو هقول على حاجه تانية في اللي نزل، يمكن هو الكابتن ياسر نوه ان في تحليل الاسبوع الثاني، وتحت قال في تحليل على طول هيبقى موجود للدوري. اكيد انا اقرا دماغه، واعتقد ان هو ممكن اكيد بيفكر في بعض الحالات الجدليه يبقى ليها ان هو يصرح بيها او كده، يصرح بيها للاعلام. اعتقد انا فكري ياسر كده ان هو قصه ما فيش حاجه مثلا يعني هتستخبى بالظبط كده. طب قبل ما اروح للكابتن ناصر سريعا، وحضرتك موجود مع بيريرا او كنت في فتره كلاتنبرج او الفترات ديت، طلبته ده ما كانش بيتنفذ، بس كعضو لجنه كنت بتطلب ده من الاتحاد، الاتحاد ما بينفذش خالص؟ بص يا استاذ محمد، دايما وانا قلت يمكن موضوع الاجانب دون زي مش عايزين نتكلم فيه كتير تاني. لا بس انا بتكلم عن جزئيه كعضو لجنه غير ناجح. انت كنت بتطالب الحاجات دي؟ يعني انت كنت مثلا بتشتغل على الحكام المساعدين، هل كنت بتطالب انك تنزل بدون معسكر مثلا تشتغل معاهم في الملعب؟ امور الحكام المساعدين ما فيش مشكله فيها، في تدريب العمل للحكام المساعدين ما فيش مشكله فيها. كنت بتنزلوا ملعب؟ لكن لما يبقى موجود خبير اجنبي. انت جايب خبير اجنبي يا استاذ محمد، يعني المفروض ان هو خبير اجنبي ملم بكل حاجه. ايوه بس كان بيطلب ما بيتوافقش عليه؟ اكيد بيطلب ما بيطلب، هو مسؤول برضه زي ما قال لك كابتن ناصر. انا النهارده بص يا استاذ محمد عشان نحط كده حاجه، انت قلت جمله خطيره قوي. ما انا هقول لحضرتك الكابتن ياسر موجود اهو، وانا بقول قدام الكابتن ناصر اهو، وانا بقول لك اهو، والكابتن ناصر يوفيني في الكلام ده. طول ما انت موجود في التحكيم يتقدم لك، لو انت رايح تشتغل وانا قلت الكلام ده، ويتقدم لك كل حاجه اللي تخص. انت النهارده بتتكلم، كلنا بنتكلم قناه الاهلي وكل الانديه، وبتتكلم ان انت عايز تطور التحكيم. اي حد يروح يشتغل مش بيتقدم له الدعم الكافي من على كافه الاصعده، يعني مش اكيد اكيد يبقى النهارده انت رايح تعمل ايه يا استاذ محمد؟ ولا حاجه. انت النهارده معلش جاي القناه النهارده، ومفيش النهارده اعداد، ومفيش انتاج، ومفيش مصورين، مفيش، هتعمل ايه؟ ولا حاجه، مش هتقدم البرنامج. فهي دي نفس القصه، لازم اللي يشتغل يتقدم له كل حاجه اذا كنا عايزين نشتغل بجد. طبعا. فانا شايف البدايه طيبه جدا جدا، وانا عندي تفاؤل كبير في الفتره اللي جايه لنجاح التحكيم المصري، ونشيل حته التحكيم الاجنبي ده، لان صدقني المسؤول. اختلف معاك اختلاف كلي. انا هقول لك، انا هقول لك، هقول لك انا عن تجربه، اصل انت تختلف صدقني لما بتكلم. عارف ليه؟ لان الكابتن ايمن دجيش فجر قضيه مهمه جدا على فكره. كل الحاجات دي اللي طلعت دلوقتي في وقت الخبراء الاجانب ما كانتش بتطلع، وكانت بتطلب وما كانتش بترد عليهم. لا ما هو انا بس هرد عليك يا محمد بعد اذنك، استاذنك بس كابتن ايمن. هو ايمن قال حاجه جميله جدا، بس هو رجع تاني عكسها. هو ايمن قال ان المسؤولين كانوا بيطلبوا طلبات هي اسمها ادوات مساعده ان انا اطور بيها. كابتن محمد تمام، لو انا مش معايا الادوات ديت واتحاد ما وفرهاش ما تسالنيش على اي نجاح. صح. البعض قال الخبراء لم ينجحوا. لا، الخبراء هم مش كده. لما نيجي نتكلم بيريرا ولا انا اعرفه طلبات كتيره جدا، خاصه معسكرات الحكام، مستحقات الحكام، طلب سيميليتور لو الناس تشتغل عليه، طلب كمان يعمل كورس للفار، كليه طلبات على فكره مع محمد فاروق. وانا كان صالب محمد فاروق على طول، دي طلبات بريرة طلبها من الاتحاد يا كابتن محمد. كلها لم توفر للجنه الحكام السابقه، عشان بس ما نقولش ان التحكيم الخبراء فشلوا. لا، ما انا ايمن لسه قايلها، عشان انا انجح اديني ادوات النجاح عشان انجح بيها. بالظبط. طب ممكن معيش ادوات النجاح مش هنجح. طب هتقول لي هو سكت ليه؟ هو سكت لان هو راجل معقد،
وابتدى يتواصل كل مره حاضر 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 لحد ما لقى الامور مفيش، مش ماشيه في نفس السياق بالظبط كده. اشتغل في الملف الاداري بشكل كويس. خلي بالك اللي انا عاوز اقوله كابتن محمد، احنا مش عاوزين نقول ان اللجنه اللي فاتت دي ما كانتش بتشتغل، لا هي كانت بتشتغل. وانا النهارده لما باجي لجنه جديده ببني على شغلها، خلي بالك حتى لو 20% ايجابيات باخدهم. يعني انا مش هنسى ابدا ان اللجنه نجحت فيه بامانه، ويحسب محمد فاروق وحمد القاضي بامانه ان عندنا تقريبا 36 حكم من دوري المحترفين، 44 حكم مساعد اداروا يا محمد دوري المحترفين بكل كفاءه. دي تحسب لهم الموسم اللي فات، خلي بالك دي تحسب لهم بامانه. كنت تطلع 36 حكم يديروا مسابقه صعبه جدا، 44 حكم مساعد ايضا اداروا، يعني هم عملوا شغل، مش ما عملوش يا كابتن محمد. ولكن بنقول دايما عوامل النجاح ليها ادوات، لو مش متوفره معاك مش هتشتغل. بس طيب ارجع للجزئيه دي، اشتغلت مع كلاتنبرج، ليه ما كملتش مع بيريرا؟ لا كملتش مع بيريرا لان احنا انا اشتغلت مع بيريرا 6 شهور، كنا احنا مسؤولين عن الدوري الممتاز انا والكابتن توفيق السيد يعني. والحقيقه ابتدى في ال6 شهور كده يحصل، هو كان بيعمل اجتماعات بس، كان بيتفرج انا بس، هو راجل عشان ابقى صادق معاك يعني، هو راجل اداري اداري كويس، ويمكن الكابتن ناصر وكل الناس هو ممكن ينظم عامل سيستم يعمل ينظم العمليه اداري بتاع، لكن فنيا بعيد جدا الحقيقه يعني. فلما ابتدينا في حاجات معينه في مثلا بنتناقش فيها خاصه بالحكام المساعدين، انا كان على طول في يعني ايه راي مختلف جدا يعني هو من الحاجات الغريبه جدا، حتى لما جيت ابتدي معاه في البدايه خالص يعني، فقال لي احنا محتاجين 18 حكم مساعد في الموسم في الدوري كله فطبعا انا هنا وقفت قدام الحته دي كتير، قعدت 3-4 مرات نتناقش وصلناهم بكده، وبعد كده انا مشيت، وبعد كده وصلوا حاجه و50 قعدت تفاصل شويه قعدت تفاصل، وصلوا ل 24 حقيقه والله بكلمك بقيت 3 مرات، وبعدين وصلوا ل 30. الامور كانت بعيده، وفهمته ان ده قال لك لا انا عندي 9 ماتشات هم في اوروبا بيشتغلوا كده كتير. لا 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 ما هو انا اقول لك، ما هو اوروبا، ما هو انت لازم تعرف الجو اللي فيه. انا عندي 18 حكم مساعد، عندي حكام دوليين بيسافروا، عندي حكام ما بتلعبش بتلعب في حتت ما بتلعب، عندي حكام معينه ما بتلعبش مثلا في شركات ما بتلعبش للشركات بتاعتها حاجات كتير. لا طبعا يعني في حاجات كتير انت بتناقش فيها الحقيقه يعني، باختصار ان انا لقيت الامور مش هتبقى كويسه، والامور وبلغنا الاتحاد الكوره بالكلام ده ان احنا مش هينفع، لا هو هينفع معانا ولا احنا هننفع معاه الحقيقه يعني. لان انا لما نشتغل في التحكيم مش هنشتغل الا لصالح التحكيم، قصه ان انت تبقى موجود او مش موجود، انا النهارده بره بس والكابتن ناصر مش موجود بس، كلنا مع لجنه الحكام ومع التحكيم، كل لصالح التحكيم هنقوله صح، لو حاجه مش لصالح التحكيم هنقولها بالظبط كده كده. ولذلك احنا وصلنا الموسم السنه اللي فاتت يعتبر موسم كان سيء بطريقه كبيره، وانت تتفق معاه وانت قلت في وجود خبير اجنبي. فانا النهارده من خلالك استاذ محمد وكابتن ناصر موجود معانا، بناشد نادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه، احنا عندنا النهارده خلاص نمشي في الريت، عندنا لجنه النهارده محترمه كابتن ياسر والمجموعه اللي معاه، بدايه مبشره، نديهم الثقه. اكيد احنا كلنا عايزين التحكيم يسير بطريقه، لان انا صدقني بقولها بمنتهى الامانه، مش عشان انا من التحكيم او ان انا عايز حد مصري يبقى من التحكيم، لا انا بقول يا جماعه ومن خلالك يا استاذ محمد، منصب رئيس لجنه الحكام اجنبي مش هينجح. عايز تجيب بس ما انا طب اكمل عكس الكلام طب اكمل في الاول اكمل مش في الادوات ما انا اكمل بس اكمل لا دي قصه ثانيه هنحكي فيها محمد، مش الادوات. رئيس لجنه حكام، منصب رئيس لجنه الحكام لازم يكون مصري. عايز تجيب خبير، احنا عندنا خبره ما شاء الله والكابتن ناصر موجود وعندنا خبره بره الحمد لله، لكن انت محتاج عايز تجيب حد فني يشتغل ويطلع لك حكام من تحت ويشتغل فنيا. زي ما هقول لك حاجه، النادي الاهلي مش كان بيجيب، كان في مره خبير هولندي في قطاع الناشئين، كنت جايب الخبير الهولندي ده ليه؟ علشان ان اللي هو يشتغل ويطلع صح كده للتجربه الاوروبيه هنا. لكن انت النهارده بتجيب خبير اجنبي بيبقى مسؤول عن الدوري الممتاز بس، وعقبال ما بيعرفه يا استاذ محمد بيقعد كتير. طيب انا عندي النهارده دوري بس يا كابتن اكمل بس لان هو لما جه الاتحاد يا كابتن هم اتفقوا معاه على كده كابتن، معانا انا النهارده كاتحاد كوره ببقى مسؤول. انا لازم اجيب محمد ياسر كمان ايمن، وهسيبك ترجع بقى المناقشه والحوار ده مهم جدا. انا عايز اقول حاجه، انا لما اجيب خبير اجنبي يا كابتن لازم اختار الخبير الاجنبي اللي هو عنده القدره ان هو يطور. اكيد يعني خبير اجنبي فعلا يشتغل في مجال التطوير، عنده خبرات كبيره، دي شخصيه كبيره جدا، دي مهمه جدا. انا النهارده جبت خبير اجنبي، حسن الاختيار، ممكن ما اكونش وفقت ان جبت الاختيار. الحاجه الثانيه، الخبير الاجنبي اللي جاي لا، ما هو ليه مطالب وليه ادوات، ده اللي انا بتكلم فيه يا محمد. لابد ان كده توفر له كل شيء.
فانا كاتحاد كوره لما بجيب الخبير انا اللي بحط النقاط وانا اللي بحط البلان بتاعه هيشتغل ميه وايه المطلوب يا كابتن محمد منه، ايه هو المطلوب منه ان هو ينفذه. انما انا لما بجيب خبير يقعد 3 ايام في مصر ويسافر، انت لو فقت مش هو مشكله الاتحاد، مشكله الاتحاد. لما اجيب خبير ويقعد وهو مسؤول الناحيه الاداريه 10 على 10 والناحيه الفنيه مش موجود، مشكلتك انت مش مشكله الخبير. انا بقول اللجنه عندنا مصر كفاءات كبيره زي ما كابتن ايمن قال، مفيش شك في كده، ولكن انا بتكلم في ناحيه مهمه جدا يا كابتن، هي ايه؟ سيستم الشغل. السيستم فيه مشكله او سوء الاختيار. السيستم فيه مشكله واحنا بخلاف السيستم، بس ممكن انت اخترت غلط. ده مش معناه ان التجربه فشلت بالظبط كده، ممكن التجربه تنجح. انا بقول ايه يا كابتن؟ ايه المانع يا كابتن؟ انا هقول وجهه نظري. انا عايز اقول وجهه نظري. انت رحت الحته الثانيه يا كابتن. كابتن لا ما بروحش الحته الثانيه. لا رحت الحته الثانيه. احنا قلنا الخبره، احنا قلنا الخبره مش كويسين. انا بس طب ايه الدليل ان هم مش كويسين؟ انا بس عايز اروح لحته واحده يا كابتن ناصر. انت رحت، انا قلت ايه يا كابتن؟ قلت هات خبير يعلم ويطور. ما اختلفتش معاك، هيبقى معاك. لكن انا اللي عايز اكد عليه من خلالك كابتن ناصر وقناه الاهلي يا جماعه، انا بقولها اهو وبقول كل الانديه وبقولها والله العظيم مش لصالح المصريين ولا حاجه. رئيس، انا بقول على حاجه شفتها، رئيس لجنه حكام ما بيبقاش ملم باي حاجه ومشاكل التحكيم بتطفو. ودي السنه اللي فاتت يعني بمعنى ايه يا اسمع؟ يعني انت النهارده عندك دوري ممتاز، عندك محترفين، عندك ممتاز بيع، عندك اقسام تحت، عندك كل الكلام ده، هو ما يعرفش عنه حاجه. مشاكل التحكيم بتيجي من تحت يا اسماعيل. مش ده دور بقى الناس المساعده اللي معاه؟ لا، انا هقول لك، ما هو دور الناس المساعده اللي معاه هو النهارده ما بيبقاش صاحب قرار في القصص دي. عشان انا بكلمك بوضوح. لكن انت بتتكلم عن تطوير، وكابتن ناصر بيتكلم عن تطوير، هات واحد طور. ورئيس لجنه، انا بتكلم للمصلحه العامه على فكره. ده احنا ما اختلفناش. مصلحه البلد. مش مشكله. لا ما اختلفناش. كابتن ايمن، هو انا الراجل دوت هيجي على طول كده هقول له خش اشتغل، ولا هيبقى في واحد مسؤول مصري موجود متواجد معاه على الاقل في داتابيز بيشتغل عليها هيديها له؟ انا مش مشكله، هات مدير تطوير يطور ويعمل بلان ومعاه رئيس لجنه حكام مصر، بس يكون في تفاهم بين الاثنين، يكملوا شغل بعض. اديهم الادوات. وبقينا يا جماعه شغل التحكيم ده شغل صعب جدا جدا يا محمد. انا ما ينفعش 4 يشتغلوا في التحكيم ولا 5 ولا 6، لا شغل التحكيم انت بتتكلم على 26 منطقه فرعيه، بتتكلم في حدود 5000 حكم او 6. احنا النهارده مش بنلخص التحكيم وتطويره في الدوري الممتاز بس، لا يا كابتن، ده انت عندك دوري ممتاز محترفين درجه اولى، قسم ثالث، بطولات الشباب الجمهوريه، الكره النسائيه، دوري كبير جدا، تعيينات المدرب، ده ملف بقى يعني هنتكلم فيه نفتحه كتير جدا. انا بقول يا كابتن هنا شغل التحكيم محتاج حد بروفيشنال، حتى اللجنه كمان يا كابتن ايمن، عشان نجيب لجنه راجل بيروح شغله الصبح ويجي الساعه 5 يروح اللجنه، لا يا كابتن، هتيجي تشتغل في اللجنه تبقى راجل محترف في اللجنه، هتبقى قاعد جاي موظف من 8 للساعه 5 تقعد 6 او 7، هو ده شغل بره بيحصل. يعني اي خبير بيطلع عندنا في اي اتحاد بره اهلي او لجنه حكام، انت بتروح الاتحاد كل يوم من الساعه 8 لحد الساعه 5، ما ينفعش اجي الساعه 1 واقعد ساعه وامشي، ده مش شغل تحكيم يا كابتن، لان انت عندك ملفات كبيره جدا 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 كتيره جدا. انت عشان تتابع الملفات دي يا كابتن وتتابع خد بالك حكامك على مستوى 25 فرع وتتابع اللجان المناطق، ده قصه كبيره جدا. مظبوط. يعني انا كنت مش عايز اتكلم على نفسي، انا كنت بقعد من الاتحاد من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، انا فاتح اللاب وبشتغل على سيستم، وكان معايا سيستم بشتغل عليه بشكل جيد جدا جدا جدا. اللي هو كان عامله بيرر بعديها مثلا بسبع ثمان سنين، انا كان معايا السيستم ده بشتغل عليه في كل حاجه يا كابتن محمد. سيستم فيه كل حاجه، كل ما يتعلق بالحكم من دفعه او الترقي او السن او درجاته في التقييم سواء درجات الفيديو او درجات الميدان، كل ده كان عندي انا على الداتا. لما اقول مثلا محمد سعيد عاوز تقرير، مش هدور في الاكل، لا هدوس على اللاب عندي بطلع محمد سعيد كل ماتشاته. احنا محتاجين سيستم، محتاجين لجنه تشتغل باحترافيه يا كابتن محمد، باحترافيه. وعندنا ناس، خلي بالك عندنا شباب، انا بقول مش دوليين وحكام درجه اولى، يعني حكام سابقين درسوا بشكل كويس، عندهم ثقافه كويسه، عندهم كمان حب ان هم يشتغلوا يا كابتن، يدوهم فرصه، يدوهم شغل، بس لازم يبقى الهيد رئيس لجنه ماشي، هات خبير اجنبي يطور على مستوى الكل ويدي سياسته للكل. اكيد. طيب. انا مش اعلق على حاجه، بس انا طبعا ضد الخبير الاجنبي ده نهائي. انت قلت مدير فني يا كابتن، مدير تطوير. انت قلت مدير تطوير. والله عايز اقول لك حاجه، عايز اقول حاجه كابتن ايمن، انا لا انا قلت انت قلت مدير تطوير موجود، قلت توافقت. لا ممكن لو انت عايز، بس انت مش محتاج اصلا، لان انت عندك. يمكن انا اقول حاجه كابتن توفيق، اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، اللجنه دي فيها مين؟
كابتن ياسر راجل محاضر فار وراجل محاضر دولي، كابتن توفيق السيد، كابتن تامر دوري محاضر عالمي، محاضر عالمي في الفار. عايز اقول لك حاجه كابتن ياسر عبد الرؤوف، خلينا نتكلمك بقى بصراحه شويه، ما كنتش بصراحه شويه طبعا. على الاجانب الناس بتقول الاجانب والتدخلات والقصه والحكايه، كابتن ياسر عبد الرؤوف اشتغل معاك يا استاذ محمد اكيد، وانت طبعا هنا في 2014 واشتغلت وتعلم الكابتن ياسر عبد الرؤوف كويس طبعا، صح، وتعرف هو شخصيته عامله ازاي، حد ثقه وقوي وصاحب قرار ويحب الالتزام احنا ندي لهم الفرصه. في ناس فنيين على مستوى عالمي، هو وقت تعيينهم حد اعترض؟ لا لا، انا بكلمك، انا بتكلم احنا بنتكلم على كلنا مع اللجنه، احنا بنتكلم على اول ناس هنا يا ايمن قلنا ان احنا مع ياسر عبد الرؤوف لجنته ما اختلفناش، ما انا بس انت بتتكلم في لجنه قوامها 4 اعضاء، طب اديله فرصه، مش هينفعوا يشتغلوا. اكمل يا كابتن، كابتن ياسر عبد الرؤوف 4 اعضاء جم لفتره لغايه في مجلس جديد جاي. كابتن ياسر عبد الرؤوف جاب الناس اللي هتشتغل معاه في الفتره دي، وانا يمكن انا قلت لك ان كابتن ياسر يعني بعيد ان احنا زملاء وقريب مني جدا يعني اخ عزيز، وانا اعرف طبعا هو جاب الناس دي الفتره، احنا قدامنا قد ايه على الانتخابات يا كابتن محمد؟ يعني شهر. شهر شهر، بعد الشهر هيجي مجلس جديد. كابتن ياسر اعلن طبعا، وانت اكيد قريت قلت اللي هو قاله، قال ان هو هيقدم استقالته للمجلس الجديد. هنا اللي بيقوله الكابتن ناصر بقى، المجلس الجديد ايه اللي هيتم او كده، او ايه القصه اللي هترسى في الاخر على ايه؟ كابتن ياسر الفتره اللي جايه بنتمنى له التوفيق، واعتقد ان باذن الله هيبقى في توفيق وهيبقى نجاح الفتره اللي جايه كبير. ادخل طب في الموضوع هكمل دي بس. هو اللي بيقوله كابتن ناصر النهارده هيبقى في المجلس الجديد اللي جاي، كابتن ياسر هيكمل مثلا، هيبقى اللي بيقوله كابتن ناصر بقى، هيبقى في بقى على مستوى المناطق، وهيبقى في لجنه كبيره، وهيبقى في طلبات، وهيقدم الكلام ده، هيقدم الكلام ده، اللي انا عارف دماغ كابتن ياسر هيقدم الكلام ده، والله الكلام ده هيتنفذ، هيشتغل الراجل اروح بقى للنقطه اللي عايز اسالك عليها. اتفضل. فتره كلاتنبرج كنت موجود فيها، كابتن توفيق السيد تصريحات صوت وصوره قال ان فتره كلاتنبرج كانت مميزه جدا والراجل نجح ولكن كان بيتحارب، حضرتك كنت موجود في اللجنه، تتفق مع تصريحاته اكيد ولا تختلف معاه؟ ان هو كان ناجح؟ قال لك كان ناجح. لا هو النجاح، اقول لك حاجه، النجاح هو وجهه نظر ان هو ممكن يكون كان ينجح، لكن ما كانش ناجح لسبب بسيط. هقول لك حاجه، كلاتنبرج طلع لي صوره الميديا بقى، احنا كلنا شغل الميديا دلوقتي، الدوري من ساعه ما ابتدى الميديا شغاله، وانت عارف يا استاذ محمد يعني الانديه والجماهيريه هنا وهنا، الميديا مش هتقطع كل ماتش، بس الميديا مش هتبطل. انا اقول لك قصدك التحليل الفني، اقول حاجه بس، الميديا مش هتبطل، انا كلجنه لازم اعرف كويس قوي كابتن، انا هكمل السوشيال ميديا مش قادر اوقف، انا هكمل كلاتنبرج. في صوره شفتها له في الملعب، شفت الكلاتنبرج صوره في الملعب؟ لا هو ما كانش محاضر، انا ما كانش محاضر. لا لا لا، هو راجل فني على فكره. عادي. لا لا فني. تقصد ايه كصوره في الملعب؟ ما انا هقول لك، يعني مع الحكام في تدريبات، في شغل فار، في معسكر فار، في الكلام ده ما حصلش خالص. ليه؟ ايه الاسباب بتاعته؟ هو واحد. خلينا، ما انا هقول لك ايه الاسباب بس يا استاذ محمد، انا كنت موجود. اتفضل. ايوه دي الاسباب اللي عايز اعرفها. 8 شهور الراجل كان موجود في الثمان شهور شهرين. الحقيقه كان بيسافر. مش مشكلته يا كابتن ايمن، مش مشكلته. خلاص مش انا ما بتكلمش على المشكلة. انا قلت الكلام ده. انا بتكلم من كابتن. ما مش مشكلة جات البرد. كابتن اتحاد الكرة. كابتن انا هو اللي وافق. انا هو اللي وافق على كده. انا ما بقولش مشكلة مين. ايوه. انا بقول انت بتتكلم كناحية فنية. انا بتكلم على الشغل. اللي مسؤول الدنيا كلها عارفة لو في حد مسؤول. الراجل ده كان موجود في اتحاد الكورة كنا بنقعد مثلا، انا في يوم دخلت اخبط لقيته كان قاعد 3 ساعات والاوضة مقفولة. كان بيعمل اجتماع مع الحكام يعني في اليونان. اجتماع مع فهو راجل ممكن عنده فنيا اعلى طبعا، ما فيش يعني عشان ابقى صادق معاك برضو يمكن كلام الكابتن توفيق ما فيش مقارنه بينه وبين بيريرا فنيا يعني الحقيقه، لكن هو ما كانش متواجد يعني كان كل اسبوع يعني بيسافر، سفره كان كتير جدا، ما كان انت عارف لما تبقى يقول لك صاحب بالين كداب يعني انت لما تبقى في كذا حته التحكيم يا كابتن ناصر عارف، هو قال لك الكلام ده، انا كنت بروح بالليل وباجي الصبح وباجي الساعه كده. التحكيم عايز حد متفرغ، بالذات اللي هو ماسك ايه اللي هو اللي ماسك اعلى حاجه اللي هو كرئيس اللجنه ده، لان ده بيبقى كل بص في الاول والاخر ايه، في مجموعه شغاله يا كابتن محمد، كل ده بيصب فين؟ عند رئيس اللجنه. عند رئيس اللجنه. طب رئيس اللجنه اصلا ما كانش موجود. عشان كده انا بقول لك منصب رئيس اللجنه ده لازم يكون مصري، لكن الفني احنا ما اختلفناش، محتاجين يكون حد. جيب فني، عندك فنيين. انت محتاج، انت عايز تجيب، ما فيش مشكله، محتاجين يا كابتن. اجيب فني. عارف اقول لك على حاجه؟ فكره انك تجيب فني اجنبي ده مش عيب. ليه؟ مش الكابتن عصام عبد الفتاح سافر واشتغل في الامارات؟ ما انا قلت لك، كابتن تامر دوري مش سافر واشتغل يا في كابتن محمد. انا مش ذكرت معاك الخبير الهولندي اللي جه، قلت لك ما فيش مانع ان يجي يشتغل، بس يشتغل فني منين بقى؟ يشتغل في الاقسام اللي تحت، طلع لك حكم، صح؟ مش ده شغل التطوير ولا اكيد اكيد مش ده يطلع لي حكم؟ يشتغل، يطلع من تحت وكمان يشتغل على الدرجه الاولى، يجي ايوه مع الاثنين بقى على المحاور كلها. يبقى راجل متفرج ويشتغل، ما فيش مشكله ان اذا كانوا حابين يجيبوا واحد زي كده اوكي، لكن كمنصب رئيس اللجنه الحقيقه صعب جدا، صعب جدا. وانا بقول لك منصب رئيس اللجنه لو هو جايب بمنصب رئيس لجنه
هيبقى فيه، مش هيبقى فيه نجاح خالص نهائي. واضح ان مش مديين مساحه فرصه ان حد، لا مش يجي. بص محمد الموضوع سهل، اسمح لي بس يا كابتن هاني، خلاص بقى انا ممكن اتكلم. طب انا اقول لك فرصه، اقول لك حاجه والله هسيبك، احنا مصعبين الامور، هسيبك والله. احنا مصعبين، انا قلت لك الاسباب، انا بتكلم للاسباب لصالح كره القدم. وجهه نظرك اكيد طبعا. اقول لك اللي بقوله لك والله، ان رئيس اللجنه ده يبقى مصري والله لصالح الانديه. بس التجربه اللي كان فيها الكابتن محمد فاروق وكابتن ابراهيم الدين، تقول ان التجربه دي ايه السبب في التجربه دي؟ كابتن ايمن، طب قول لي مين السبب؟ تجربه محمد فاروق وابراهيم نور الدين، اسالك مين السبب؟ عايز تكررها تاني؟ اسالك مين السبب؟ مين السبب؟ قول لي انت. الاتحاد ولا هم؟ لا انا بسالك انت اللي تقول. لا انا اللي اسال. لا انت، لا انا اللي اسال. لا انت اللي تقول. لا انا بسالك ايه السبب؟ انت في المطبخ العمل التحكيم، مين السبب؟ حضرتك هنا في القناه مش في، خلينا في الماتش ده، خلينا في اللجنه، مش هقف قرار يا كابتن. كابتن ناصر لحظه، كابتن اكمل اللي اتفضل، بس انت عملت كم كتير. مش اي حاجه بيبقى ليها رئيس فوق، اكيد صح كده. النادي الاهلي مش ليه رئيس، كابتن محمود كل منظومه اكيد، كابتن محمود الخطيب كل حاجه بترجع للكابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، صح كده. اي مجال واي شركه، وده الطبيعي وقالب به، يعني ما بنتكلمش في حاجات، يعني ان لازم يبقى في رئيس، صح؟ لما اقول لثلاثه يديروا التحكيم، طبعا هيبقى في مشاكل ولا لا؟ طبعا. يبقى هم السبب، هما جزء من السبب ان وافقوا على ده. اتفق معاك تماما. اتفق معاك تماما طبعا. يبقى اذا المشكله مش قصه بس انك تجيب حد من بره، لا ده انت قصه ان المجموعه اللي بتشتغل معاه ممكن ما تساعدش، الادوات مش موجوده، واللجنه المصريه اللي اشتغلت الفتره اللي فاتت اثبتت ان التجربه، لا ممكن نرجع للتجربه الاجنبيه. بص يا كابتن، الموضوع سهل جدا واحنا مصعبينه على نفسنا. احنا مع كل المصريين وانا منهم. انا مسكت تحكيم 8 سنين، اشتغلنا احلى شغل، وايمن كان عارف. ايمن كان حكم، انا كنت مسؤول لجنه، وشاف شغلنا كويس قوي قوي. ومديتوله كام سنه؟ ومديناه ثلاث سنين. صح كده؟ ثلاث سنين وقعد يقعد حكم، وكل سنه يعمل لنا مشاكل. انا هجدد، ونجدد له. ونجدد له ثلاث سنين. مش مشكله. عملنا تحكيم كويس جدا يا كابتن. ليه؟ احنا كنا بنشتغل بجد دون النظر لاي شيء. كنا بنشتغل وما بنتكلمش. بنشتغل بس. نجحنا وطلعنا المجموعه الكبيره جدا اللي هي امين عمر والبنا ومحمد معروف وكل الحكام الشباب اللي طلعوا. احنا كنا مطلعينهم. كان ده في 2013. اكيد الموضوع سهل يا كابتن ايمن. احنا قلنا هات رئيس لجنه مصر، مفيش مشكله خالص، انا ما اختلفتش معاك، متفقين. خبير تطوير بس تجيب بمواصفات ثانيه يا كابتن محمد. عشان اجيب خبير اجنبي لازم اجيبه بمواصفات شخصيته تكون عاليه جدا جدا، يجي هنا يفيدني. وانا اللي بقول الكلام ده، انا كاتحاد، انا بتعاقد، بقول له انا عاوز 1 2 3 4. صح. موافق؟ موافق، اتفضل. تطور بقى الاداء للحكام، ليه تطور الحكام المناطق الفرعيه، تطور حكام الدرجه الثالثه والثانيه، ده كله يتكتب يا كابتن ايمن. ما عندناش مشكله، تتفق مع خبير اجنبي كويس، مع رئيس لجنه حكام مصري، مع ناس عاوزه تشتغل، تشتغل ناس محترفه. التحكيم محتاج شغل كتير جدا جدا يا كابتن محمد. طيب. وانا جربت وشفت، وبقول لك عن خبره، انا اشتغلت في لجنه. طيب. عشان ننتقل لموضوع ثاني، والموضوع اطيب دنيا ساخنه جدا في الحلقه الحواريه مع كابتن ناصر عباس والكابتن ايمن نجيش. اول ما عيننا لجنه حكام مصريه بعد رحيل بريرا، كابتن محمد فاروق وكابتن ابراهيم نور الدين، ما كانش في محاضر موجود في الثلاثة اللي بيديروا اللجنة. المرة دي الوضع اختلف لما الاتحاد شاف ان في خطأ فني موجود في تشكيل اللجنة، ووجود ناس بتدير اللجنة وهم مش محاضرين، ما لهمش في شغل الملعب بمعنى اصح. استعان بياسر عبد الرؤوف واستعان بالكابتن تامر دوري. انتقل لجزئية تانية. طيب نطلع فاصل وننتقل للجزئية دي بعد الفاصل، لان الجزئيات اللي جاية اكيد هيكون فيها تفاصيل كتيرة جدا متعلقة بما حدث سابقا وازاي نقدر نتجنبه في الفترة القادمة. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عايز انوه تاني واكد على فكره جائزه جلوب سكر اللي تم الاعلان عنها النهارده، وكشف النقاب عن الانديه المشاركه في التصويت على افضل نادي، النادي الاهلي للعام الثاني او الثالث على التوالي داخل بينافس على جائزتين. كل جمهور النادي الاهلي يدخل يعمل تصويت على حساب جلوب سكر في جائزتين ضمن افضل نادي على مستوى العالم، والاهلي بينافس 10 انديه من العيار الثقيل. قدامنا طبعا شعار كل نادي، يكفي انك بتتكلم على باريس مثلا، باريس سان جيرمان، بتتكلم على ريال مدريد، بتتكلم على مانشستر سيتي، سبورتنج لشبونه، انديه كبيره جدا وعالميه، والاهلي وسط هذه الكوكبه الكبيره. ادخل وشارك وصوت دايما للنادي الاهلي ضمن افضل انديه او افضل 10 انديه على مستوى العالم، النادي الاهلي يكون دايما رقم واحد. كمان عندك جائزه ثانيه، جائزه النادي الاهلي افضل نادي في الشرق الاوسط، وبينافس مين؟ بتتكلم على اكبر الانديه اللي موجوده في السعوديه، اولا الهلال، اتحاد جده، النصر،
العيني الاماراتي العناوي اللي كان بيلعب الاهلي في كاس بطوله القارات الثلاث على مستوى الفيفا، ادخل وشارك وصوت لغايه ميعاد غلق باب التصويت في الايام القادمه، لان بالتاكيد عايزين ننتظر وجود الاهلي في الحفل الاكبر والاضخم اللي هيتعمل في دبي نهايه شهر ديسمبر القادم. وبالتاكيد خلال الحلقات القادمة أكيد هنفضل نتكلم على جائزة جلوب سكر والإيفنت المهم جدا اللي هيتعمل على هامش مؤتمر دبي الرياضي في الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل. طيب أرجع وأتكلم على اللي بيحصل حاليا. لجنة الحكام خدت قرار بإقامة المعسكرات بدءا من الغد. النهارده. أو النهارده. اليوم 14 النهاردة. اليوم. لمدة 8 أيام. فوق 4 أيام وفوق تاني 4 أيام. أولا طبعا ده لو بنقارنه بمعسكرات اللجنة اللي قبلها كان كلام فاضي، اللي قبلها كان المعسكر يوم ونص، لكن المرة دي بتتكلم في 4 أيام معسكر، أدوات تدريب، كل حاجة. تعليقك يا كابتن ناصر وتأثير ده على استئناف الدوري. برافو عليك، طبعا دي بداية التصحيح وده الشغل الصح. لو أنت بتحسب 4 أيام أقولهم لك، في افتتاح النهاردة هيتم، تمام، في توزيع مهام هيتعمل. إيه يا كابتن؟ تعمل شغل بدني كويس قوي قوي، دي نمرة واحد. ده يومين بيتعمل، بتعمل محاضرات للقانون. يعني ايه؟ لو احنا النهارده عندنا مشكله في لمسه اليد، يجي المحاضر يوحد القرارات، ادي محاضر. الاخطاء اسس السلوك، ادي محاضره. التسلل، يعني كل العناصر القانون تدرس. دي حاجه. حاجه ثانيه، بتعمل شغل فني في الملعب، وده المهم يا كابتن محمد. النهارده لما تيجي تسال مسيمو موساكا يقول لك الحكم النهارده 80% ملعب 20% محاضرات. أكيد. العكس. طيب ايه تاني اللي هيتعمل؟ في اختبارات النهارده تعمل، اختبارات القانون، في الفيديو تيست، الاوفسايد تيست، تعمل تربيه، كل الكلام ده بيتعمل. يعني الاربع ايام كلهم شغل كابتن محمد، هو ده شغل التحكيم. نيجي اجهزه السلمتر اللي موجوده اللي هم جابوها، كان مهم جدا جدا جدا، ده ما كانش موجود قبل كده، هيشتغلوا عليها. اربع ايام هيبقى شغل من النار، هو ده شغل التحكيم. الانضباط، بتدي ماده علميه كويسه، تمام. الكل بيلتزم وعندك الضوابط، هو ده النجاح. لابد بعد المعسكر ده اللي بيخطئ يتحاسب، وعندنا سياسه الثواب والعقاب، ده مهمه جدا جدا جدا. البدايه بدايه طيبه، وانا بشيد بهذه البدايه، 8 ايام على معسكرين، شغل كويس قوي قوي كابتن محمد في الفتره اللي جايه. نتمنى ليهم التوفيق. والنمره واحد يا كابتن محمد مهمه قوي قوي قوي، ان احنا الشفافيه تكون موجوده. لازم، نقطه مهمه جدا، عندنا بكره اختبار وارنر على فكره، في اختبار لياقه بدنيه بكره بالظبط. انا كنت اتمنى ان لجنه الحكام تدعو الاعلاميين يجوا يشوفوا على ارض الطبيعه، ده شغلنا، يجوا مفيش مشكله، وصوروا وشوفوا. بكره في اختبار للمساعدين، يوم السبت في اختبار للحكام اللي موفقوا، في الحكام اللي هم الصفار. طيب بمناسبه الاختبار البدني يا كابتن ايمن، سؤال مش صعب، سؤال سهل. عندك ثلاث حكام رسبوا في الاختبار اللياقه البدنيه وتم تعيينهم كحكام فار، لو اذا لا قدر الله لم يوفقوا، سيد شعبان، خالد جمال الغندور، حسام عزب حجاج، والاختبار البدني هيكون في جهاز الرياضة العسكري بكرة بإذن الله، هل تتوقع اللجنة ممكن تبعدهم شوية عن الماتشات، لأن ده اختبار لياقة بدنية ما ينفعش في الأعمار السنية الصغيرة يرصبوا للمرة الثانية، ودي فرصة عظيمة جاية لهم بعد أقل من شهرين؟ بص يا كابتن محمد، عايزين نمشي لما نيجي نتكلم دايما نمشي تبع الفيفا، صح كده، والاتحاد الدولي، صح، والمعايير. عندنا النهاردة هدي مثال محمود عاشور، جاله بطولة الخليج كحكم فار، محمود عاشور كحكم ملعب بجد ما جريش، مظبوط، وانا ما عنديش خلفيه مثلا هيجري الجري ده وانا اقول لا. فالاتحاد الدولي حكم الفار ده تخصص يا كابتن، يعني ده الاتحاد الدولي متخصص فيه. كونك ان انت كلجنه عايز مثلا حكم ما نجحش، عايز مثلا ان انت تحاسبه شويه او تبعده شويه، دي قصه اللي انت بتتكلم فيها، ممكن امشي معاك فيها، لكن كلوائح وكفيفا ده حكم بالنسبه لي حكم فار. انا عارف ان هو يلعب بيجري، مش شرط يكون، لكن كلجنه ممكن تتصرف ان انت مثلا صغير كملعب او بتاع، دي ترجع للجنه الحكام يعني. طب لو كابتن ايمن دجيش عضو في اللجنه وبكره عنده الثلاثه بيعملوا اختبار بدني، سيد شعبان، خالد الغندور، حسام عزب حجاج، ولا قدر الله رصف، تديهم ماتشات يوم السبت فار ولا لا؟ لا طبعا، لا طبعا، اخرهم شويه، لا طبعا مش يوم السبت، لا بعد كده، لان يجوز ان يكون فيهم واحد مثلا حد منهم كويس او هو ماشي معايا كويس في الفار طبقا للتدريبات او فنيا انا محتاجه، لكن مش هديله على طول طبعا. كابتن نصر، رايك في الجزئيه دي؟ بص يا كابتن، خلينا نفهم البعض المشاهدين او نعرف يعني ايه حكم مع رخصه فار. اولا كل واحد متاتا معاه رخصه فار ملعب، رخصه فار كابينه او غرفه فار، مظبوط. طيب انا النهارده كحكم معايا رخصه فار الملعب، المفترض ايه؟ بحكم في الملعب،
وانا بكلم غلط اكيد. يبقى انا لازم احكم في الملعب عشان لما اروح اقعد في غرفه الفار اقدر مقنع، ابقى مقنع. ما ينفعش انا في السن ده، وانا بكلم بقى بامانه يا كابتن، ما فيش فيها، انا دولت ولادي وانا عندي ابن حكم على فكره وكلهم ولادي وكلهم اخواتي، لكن في السن ده يا كابتن محمد لما انت لم توفق في الاختبار الورنر ما تقوليش اقعدوا في كابينه الفار على طول، لا الكلام ده مش موجود يا كابتن ايمن. هرجع للائحه بيريرا الموسم اللي فات واخدك القياس عليها سريعا كده. بيريرا كان عامل نظام 3 اشهر اختبار الاختبار الاولاني اختبار الثاني بعد 3 اشهر. خد قرار ايه؟ قال لك الحكام اللي هم صغيرين، هو ايمن اتكلم على محمود عاشور، لا محمود عاشور ده حاجه خاصه خالص بعيد. محمود عاشور ده حاجه راجل كان دولي صفاره ثم بقى وحكم صفاره وبعدين بقى حكم فار. بيريرا قال لك ايه؟ اي حكم في السن الصغير لم يوفق في الورنر 3 اشهر يبقى 3 اشهر وما يلعبش، ولا يلعب فار ولا يلعب ملعب، وده صح من وجهه نظري. وطبق ده طبق. ولو رجعنا تعينات الموسم اللي فات هنلاقي ان اللي لم يوفق الموسم بدا في شهر 9، اللي موفق لعب في شهر 2، يعني اتوقف 4 اشهر. كان ده في اللائحه اللي موجوده اللي هم لجنه الحكام كانت بتشتغل بيها، اللائحه دي كانت موجوده. انما من غير ما اقول النهارده انا 26 27 سنه، انا عندي 27 سنه كحكم ما وفقش في الورنر واحكم فار، يبقى انا حكم فار على طول؟ لا. طب ما انا عندي حكام بتنجح في الورنر وبتنجح في الملعب وما خدوش لسه، ما خدوش، ما لعبوش لحد دلوقتي. انا من غير ما اقول النهارده يا كابتن انا عندي 3، بنتكلم بامانه وياسر عارف الكلام ده، وانا بوجه كلام ياسر، ياسر هيفهم كويس قوي. انا النهارده اللي لم يوفق انا ما بديش مكافاه، لان انا عندي حكام تم وفقوا والنهارده قاعدين ما اقدرش ولا مباراه يا كابتن محمد. لا وده مش صح. لو انت عاوز تمشي بعداله على الكل امشي بعداله على الكل، يبقى في نظام. انا قلت السيستم، السيستم مهم، كل يعرف انك انت. وعلى فكره وانا بقول النهارده ياسر عبد الرؤوف النهارده قبل ما يطلع الورنر بكره لازم يقول للحكام اللي هيسقط بكره مش هيعيدها الا بعد كذا، لازم يقول الكلام ده بكره يقوله. طب انا كابتن ليه ما تجيش بعد اسبوع وليه نعمل ورنر تاني او بعد اذن؟ لا ما فيش الكلام ده خالص في التحكيم. كابتن ايمن ما انا بس النقطه دي يعني برضو ممكن اختلف شويه مع كابتن ناصر. انا عندي حكم فار، عندي بعيد عن محمود عاشور، ممكن عندي حكم فار يمكن حسام عزب متعين في بطوله المحليين، هو معسكر اعداد، معسكر مش القايمه النهائيه لسه، النهائيه اوكي يعني كان في معسكر ورايح معسكر تاني. فبرضه انا كلجنه دوري، انا دوري ان انا الحكم اللي هو في فرصه ان عنده ان هو ممكن يروح بطوله وبتاع، ان انا اشوف الامور مصلحه التحكيم فين، وان هو خارجيا يعني كان كل اللي بنعمله هنا عشان حكامنا، زي ما انت دايما وبسمعك الفترات اللي فاتت يا محمد، وكنت بتقول التعيينات بتاعت الحكام المصريين الفتره اللي فاتت وكده بالظبط في البطولات القاريه الدوليه، فاحنا نشوف الحكم ده اللي هيتعين ده المصلحه ان انا هلا زي ما بيقول الكابتن ناصر، انا ممكن اعاقبه زي ما قلت لك ومفيش مشكله، ولكن انا لو عندي ان هو عنده ممكن يروح لحته ابعد وبتاع ما اوقفوش انا بقى، زي ما حصل السنه اللي فاتت مع محمود عاشور. لو احنا اتذكرنا محمود عاشور بعد طول الموسم اللي فات، يمكن محمود عاشور لعب ماتشين او ده مش عاشور بس، ده حتى طارق سامي ومحمد حسن لعبوا بالظبط، ومحمد حسن ما لعبوش خالص وقت بقى لحد ده كانوا هيشيلوا من القائمه الدوليه والاثنين عندهم كاس. ما هو من ضمن الحاجات برضو اللي هي في اللائحه اللي هو بريرا برضو اللي كان بعيد عن بتاع الدوري اللي هو قال لك 45 وده ما كانش مظبوط برضو، مش موجوده، ما كانش مش موجوده وانت كبريرا قالها يعني. في نفس النقطه يا كابتن محمد ازيك؟ اتفضل كابتن ايمن. هروح لبروتوكول الفار، بروتوكول الفار. طب بمناسبه بروتوكول الفار اللي هيتكلم عليه كابتن ناصر، حضروا لنا صوره مباراه الزمالك وسموحه، لان البروتوكول ده هنروح منه للحاله دي حاله جدليه مهمه جدا. فلسفه الفار يا كابتن هيوا ان هو لما قال لك يعين حكم سابق او حكم حالي، وهنا كلام حكم سابق يعني سابق إيه؟ سابق يعني اعتزل. ايه يعني انا ممكن اهو بالسن ده او محمد سعيد بالسن ده او ايمن دجيش اروح اخد بخبراته كورس الفار واقعد على الفار ليه؟ ده السؤال. خبرات. لان دي خبرات. لان الحكم السابق ده لعب في الملعب وشاف ولعب يمكن 100 او 200 مباراه، يقدر يصحح القرار، يقدر ياخد قرار ليه؟ من خلال 20 سنه تحكيم في الملعب يقعد يصحح للحكم الفار. هو دوت دي فلسفه الفار، دي فلسفه الفار طبعا. ان انا احط حكم سابق دي يعني ايه؟ يعني انت ممكن تجيب سمير عثمان تقول له ممكن اجيب سمير عثمان، ممكن اجيب ايمن دجيش. ليه هو قال كده؟ ده السؤال. ما قالش ان انا احط حكم صغير على الفار، لا حكم صغير على الفار ما عندوش خبرات ما يقدرش يصحح للحكم في الميدان. يا كابتن ايمن دي بتيجي نتيجه النهارده ايمن دجيش، انت حكم مساعد على فكره، مريت بكل الظروف، لما تقعد ايفار وتيجي حاله تحكيميه بقلب جامد تطلع تصحح الحكم، ده المهم ده احنا بنتكلم فيه. كابتن ناصر برضه عشان ابقى صادق في القصه دي، كل حاجه بيبقى ليها قاعده يعني، مش ما بتبقاش ثابته، في حاجه ما فيهاش ثبات. يمكن انا اديك ده بروتوكول يا كابتن، هو انا مش ده مش من عندي، انا عارف ده بتكلم في البروتوكول، ده اصل البروتوكول وفلسفته. أنا لسه ما قلتلكش اللي عايز اقوله كابتن. اتفضل. والله ما قلتلك اللي عايز اقوله. اتفضل يا كابتن. انا عايز اقول لك مثلا خالد جمال الغندور
حكم يعتبر من الحكام الصاعده وممرش بالخبرات اللي حضرتك اللي هو مثلا زي الناس اللي بره او الناس اللي بطلت. وبقول لك خالد جمال جندور من افضل الحكام في تقنيه الفار الحقيقه. انا بقول لك دي حقيقه، من افضل الناس اللي اللي بتشتغل على تقنيه الفيديو. خالد لعب وصفر في الملعب وبتاع، لكن مش هو مبطلش ولا كابتن. انت ليه بتدخلنا في اشخاص ليه يا كابتن؟ انا بديك احنا مش كل قاعده بصفه عامه. لا ما تدخلنيش في اشخاص مع خالد الغندور ومع حسام عزم. لا انا بديك اللي احنا بنتكلم اللي احنا لازم نقوله للناس. بنقول ان احنا الحكم الخبره يا كابتن محمد، احنا لازم نقول للناس الكلام ده. بنهايه نوصل لحاجه، ان هو يبقى موجود على الفار. بنهايه نوصل لحاجه، غصب عن خالد. بنهايه نوصل لحاجه، كل التقدير والاحترام ليه يا كابتن حسام عزب وكل الكابتن جمال غندور وكابتن عزب. لا لا فوق دماغنا من فوق. انا خد بالك، احنا بنتكلم على التحكيم على فكره. لما قلت خالد، سؤال يا كابتن خالد. لأن طب انا هوجه ليك سؤال يا كابتن. لا بس هقول حاجه بس الاول. طب هقول حاجه، طب سريعا عشان في الاخر حالة. في الاخر يا كابتن ناصر، احنا هنوصل بعيد عن الخبرات وبعيد عن الصغير. هنوصل، وده اللي توصل ليه اللجنه دي، الاكفأ فنيا. طب اسالك سؤال يا كابتن محمد بعد اذنك، سواء صغير او كبير. اسالك سؤال، اتفضل تجاوبني عليه او لا. تحط محمد عاشور في الفار في مباراه مصيريه ولا تحط حسام عزب او نصر عباس او محمد سعيد؟ انا ما اعرفش حكي. طيب او لا. ما انا هقول لك اتفضل. الظروف بتاعت الماتش ده ايه؟ التوقيت بتاعه قبلها ايه؟ كان محمود عاشور لاعب ايه وحسام علي؟ لا سيبنا. ايوه الظروف دي انا بتكلم في ظروف طبيعيه. انت عندك مباراه كابتن، تحكيم متغير. عندي مباراه يا كابتن. سؤال، افرض انا عندي مباراه مثلا وسين كان قبل كده مش كويس، او لا ما عندوش مشاكل سين ده يا كابتن، ما عندوش مشاكل. لا سين كلهم زي الفل. توصل للخبرات يعني؟ للخبرات يعني. انت تحط عاشور ولا تحط حكم ما عندوش خبره؟ عندي ثلاثه في ظروف كويسه. هبدا بعاشور طبعا. بس طب تعالى بقى نروح للحاله. طب تعالى بقى نروح للحاله، بما ان بنتكلم على الخبرات، لان الحاله اللي معانا النهارده حاله جدليه عملت ازمه كبيره جدا. بس هبدا بالكابتن ايمن لانه حكم مساعد دولي كبير اكيد طبعا، ويعني عدت عليه حالات زي دي كتير. لعبه زي دي واتقالت ان اللعبه دي تسلل، بس وحتى لو مش تسلل، مش يعني فكره اللعبه تسلل او مش تسلل، بس حكم الفار ما رسمش الخطوط، ما عملش اللي البروتوكول بيقول له عليه. وانت عضو لجنه ومسؤول عن المساعدين سواء في الملعب او حتى الاي فار الموجود في العربيه، تحاسب حكم الفار عليها ازاي؟ او تسال ازاي ما رسمتش خطوط؟ طبعا انا بقى عندي ظروف الحاله كلها طبعا. اكيد تابعت احداث اللعبه دي. اكيد لجنه الحكام بتبقى عندها ظروف الحاله كلها يعني. بصرف النظر عن اللعبه دي، ان طبعا اللعبه دي ما نقدرش نجزم فيها، لان انت في زوايا ظهرت فيها كتير وحاجات كتير. لكن انا النهارده لو عندي في زاويه ظهرت ان مصطفى رجع من التسلل، في زاويه ظهرت ان اكيد انت شفت محمد يعني. لكن في النهايه حكم الفار يعمل ايه؟ حكم الفار لازم يعمل الخطوط. المشكله لازم لجنه الحكام بتعرف هنا الخطا ده منين؟ من دي اوضح شويه. من الفنيين، من حكم الفار. لو حكم الفار عمل خطوط وما طلعش الخطوط، يبقى هو عنده مشكله، اللجنه اكيد هتحاسبه. الموضوع سهل جدا، التحكيم سهل. واللي طيب. موجود دلوقتي واللي موجودين دلوقتي، الموضوع سهل. مخالفه البروتوكول في اللعبه دي مش اوفر قوي زياده عن الحد؟ ان فكره ان يطلب منك رسم الخطوط وتقول لا مفيش. لا هي بص يا استاذ محمد، ما اعتقدش ده معتد. بص انا الظروف، عشان احنا برضو لما نيجي نتكلم احنا مش جوه ومش عارفين تفاصيل الحاله. انا بقول لك التفاصيل. لا التفاصيل جوه، هو ايه اللي خلاه يعمل كده، او هو لو عمل كده عمل كده ليه، او ما طلعتش الخطوط ليه. طب دي مش محتاجه شفافيه شويه؟ في النهايه في النهايه ان اي حاله لازم يطلع لها الخطوط بتاعتها، ولازم تظهر، وده الطبيعي في البروتوكول بتاع الفار، ان الحاله تظهر الخطوط بتاعتها. لو انت عضو لجنه ومسؤول عن الحكم المساعد والحكم وعمل الخطوط ما طلعش الخطوط وما عملش الخطوط، طبعا لازم هيتعاقب. لازم يتوقف طبعا. اكيد طبعا هيتعاقب. بس قبل ما يتوقف او يتعاقب، مش يعلن للاعلام ايه اللي حصل كفنيا؟ اكيد اكيد اكيد. صح. خد بالك يا كابتن احمد، عشان برضو ما ناخدهاش ايه، مش عايز اخدها قصه. لا انا بتكلم سين صاد. مش عايز اخدها. لا بتكلم. مش عايز اخدها. انا بتكلم على حاله تحكيميه بعيد عن المسميات. مش عايز اخدها قصه انديه ولا جماهير. ما انا هديك حاله تانية يعني. يمكن السنه اللي فاتت كنت قاعد بتفرج على المباراه، وكان استاذ محمد مصلحي من الشخصيات المحترمه جدا رئيس نادي الاتحاد السكندري اللي انا بعزاه قوي. استاذ محمد مصلحي طلع قال رايه، قال لك لما قال ان احنا قلنا في لجنه الانديه خبير اجنبي وبتاع، وهو في نفس المداخله بعد شويه قام جاب حاله بيشتكي من التحكيم السنه اللي فاتت يعني. اولا كان عنده لعبه هدف لمبولولو، هدف فاكر اللعبه اللي كانت من نص الملعب. اللعبه كانت واضحه جدا، وكانت وحكم الفار الحقيقه كان في مشكله في عمل الخطوط، في عمل الخطوط جوه يعني. كانت في مشكله في عمل الخطوط جوه، واللعبه انت دي يمكن دي تعتبر يعني جنب اللعبه دي ما تجيش. كانت لعبه لا دي اصعب عن اللعبه الثانيه. كانت لعبه فارقه خالص. الثانيه بالعين المجرده تقول ده تدي قرارك، وساعتها المفروض ان هي ما فيش مشكله. كان لازم في الحاله ديت حكم الفار، لان انت ما كنتش محتاج ان انت تطلع خطوط للحاله دي،
كان المفروض ان هو يبلغ الحكم ان الكره هدف، لان لما تبقى حاله مش فيها صعوبه او فيها الحالات اللي هي بتبقى دقيقه جدا دي طبعا لازم يطلع لها خطوط، لكن لما يكون حاله بيرضين ثلاثه حالات مولود كان لازم ان هم التصرف يبقى ان الكره هدف، وانا كجمهور ما كنتش مستني الخطوط في الحاله ديت يعني. طيب لكن الحالات اللي زي دي المفترض ان هي يطلع لها الخطوط طبعا يعني. اكيد كابتن نصر. طيب كابتن، انا هكلم في ثلاث عناصر مهمه جدا بخصوص الحاله ديت. نمره واحد، هل تقنيه الخطوط مش موجوده؟ موجوده. مش موجوده؟ موجوده. طيب هل المخرج اتعرضت عليه الخطوط وما طلعهاش؟ لا، المخرج ما عندوش مشكله وطلع المخرج قال هو طلب الخطوط ما جاتليش، يبقى هنا المخرج هنا بره القصه خالص. هل الاوبريتور ما اشتغلش شغله؟ اشتغل. اوبريتور ما هو بيطلب من الحكم، الحكم بيطلب منه. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، يا اما انا تقنيه مش موجوده، يبقى انا عندي العين المجرده ليا انا كحكم في الفار بشوف الحاله. سؤال، طيب لو التقنيه مش شغاله مش المفروض الحكم يعرف؟ لازم الحكم يعرف، لازم يبلغ حكم الملعب، وبلغ حكم الملعب، لان يا جماعه تقنيه الخطوط مش شغاله، عشان بس لو جه هدف ما حدش يقول لي نراجعه خلاص. دي مهمه جدا جدا. ولكن يا كابتن انا النهارده بالعين المجرده للحاله يا كابتن محمد، لو انا على الفار وما عنديش الخطوط والحاله موجوده عندي، انا ما اقدرش اخد فيها قرار كحكم فار؟ انا اسال حضرتك، ما عنديش معلومه. بقول لك هنا البروتوكول، هرجع للبروتوكول برضك، بيقول ايه؟ قال لك لو انت عندك التقنيه اتعطلت وعندك حاله من الحالات الدقيقه جدا جدا، يعني تسلل فرق بسنتي او باتنين سنتي او تمشي. انت كفار تعمل ايه؟ تمشي مع الحكم. السؤال، امشي مع قرار الحكم المساعد في الملعب. تاني، بس في فرق ما بين ان تسلل دقيق جدا جدا فرق باتنين سنتي، وفي فرق ان تسلل فرق بثلاث اربع خطوات زي حاله مجنون او زي الحاله ديت. اذا هو بيقول لك ايه كحكم بار؟ لو التقنيه عندك مش شغاله امشي اعمل سبورت للحكم المساعد. تمام؟ مظبوط. مش في الحالات الكبيره بقى اللي هي الحالات اللي هي واضحه. 3 4 يارد. عشان البعض قال ايه؟ اصل الحكم الفار بيمشي مع لا بيمشي في حاله واحده بس. في الحالات الدقيقه بس اللي هي فيها ايه؟ سنتي 2 سنتي 3 سنتي بس. امشي اعمل سبورت. انما انا كمان كفار محمد انا شايف الحاله. هي حاله مجنون ومحتاجه النهارده خطوط؟ ما كانتش محتاجه خطوط. انا محتاجه خطوط انا من الفار. لا خالص. الحكم المساعد اشار على تسلل. فقد التركيز. انا كفار من غير الخطوط انا شفتها، اعمل كونفيرم على قرار حكم مساعد واقول في تسلل؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش. هنا بقى اخر نقطه هقولها، احنا النهارده مش عارفين، انا عن نفسي لحد دلوقتي مش عارف. محمد انت عارف هو الخطوط طلعت ولا ما طلعتش ليه؟ محدش عارف. محدش عارف. انا بقى نسأل. انا بطلب النهارده من لجنه الحكام ودي البدايه يا جماعه، احنا لازم نقول الكلام ده، لو مشكله عند الحكم تطلع قوله يا كباتن. ماتش برشلونه ريال سوسيداد تقنية النصف آلي مش الخطوط بالظبط، واللجنة طلعت شرحت ايه الموضوع وايه اتخذ فيه القرار الفني ازاي. انا عايز اقول لك يا كابتن محمد، دي بداية، وانا رسالة كابتن ياسر، مش عيب ابدا انا كلجنة حكام اطلع اقول المشكلة كانت فين، اقول هل هي عند الحكم، هل عند الاوبريتور، هل عند التقنية. المخرج قال لك لا انا ما عنديش مشكلة، يبقى انا لما اطلع النهارده كلجنه الاتحاد الانجليزي النهارده لما طلع قال لك هدف ليفربول صحيح 100%. انا نفسي الشفافيه دي تبقى عندنا. انا النهارده الاتحاد الانجليزي هارد وير طلع قال كده، قال ان حكم الفار اخطا وان هدف ليفربول صحيح 100%، وبالتالي حكم الفار يعاقب يا كابتن. انا محتاج النهارده لجنه الحكام تطلع تقول يا كابتن ايمن ايه. على فكره البيان كابتن ناصر اللي طلع كابتن ياسر وضح فيه، خد بالك ان الاسبوعين الاوليين احنا مستنيين تحليل الحلقه دي. لا يعني لا، اللجنه لما جت برضو عشان نبقى كانش لها علاقه بالاسبوع ده، بالاسبوع ده خالص. الاسبوعين يعني كابتن ياسر عشان نبقى صادقين برضو وندي كل واحد لسه حق. هيبدا يعمل الاسبوع التالت لسه هيبدا، ويمكن هو في البيان قال حاجه يمكن انا نبهت لك على حاجه، قال تحليل الاسبوع الثاني، هو قال تحليل الاسبوع الثاني وقال تحت تحليل بعد كده الاسبوع، زي ما قلت لك انا بدماغ الكابتن ياسر ان في حاجه ممكن تحصل في الالعاب دي، اكيد اكيد هيبقى في توضيح للالعاب اللي زي كده. كابتن التحليل دوت للحكام، لا لا مش لا للناس اللي بتسال زينا يعني. لا احنا عايزين كمان برضو لينا يا كابتن نصر، احنا عاوزين نعرف احنا كابتن التحليل ده للحكام في غرفه مغلقه. انا بقول لك انا بتكلم على لجنه الحكام، زي ما طلع الاتحاد الانجليزي كابتن ايمن طلع قال ان هنا في خطا من حكم الفار. انا بقول ايه المشكله انا كرئيس لجنه الحكام النهارده حتى لو انا داخل بعد اسبوعين اطلع اقول يا جماعه الحاله ديت احنا لما شفناها وشفنا محادثات الفار لقينا ان المشكله عند فلان، اطلعوا كده. انا اعتقد يا كابتن بقول لك من كلام مع كابتن ياسر ان في الفتره اللي جايه وبدايه عمله وتعييناته الحالات الجدليه هيبقى فيها حاجه من ناحيه لجنه الحكام للتوضيح للناس وللشفافيه. طيب اروح معاك بقى الجزئيه لها علاقه بالمراقبين وتعيينات الحكام في المباريات الوديه. اللجنه الجديده هل عندها استراتيجيه لده؟ شوف الله يكون في عونك يا كابتن، الله يكون في عونها، لان هي جايه
يعني عشان الفتره بتاعه الدوري الممتاز ازاي تطلع وتنجح في الفتره اللي جايه. شغل كتير جدا جدا، ولكن انا بقول ان احنا دورنا ايه هنا يا كابتن محمد؟ دورنا في قناه الاهلي، احنا انا بتكلم كراجل يعني اشتغلت يعني في التحكيم، وايمن اشتغل في التحكيم. لما نيجي لكلمه المراقب، من هو المراقب يا كابتن ايمن؟ من هو المقيم؟ ده السؤال. من هو المقيم؟ المقيم هو احد حكم سابق، حكم سابق له خبرات، حكم له عين، يقدر ان هو عين لجنه الحكام في المباراه. يعني انا النهارده اساس تطوير الحكم هو المقيم، اساس تطوير الحكم هو المقيم. ليه انا النهارده بودي المقيم؟ ليه؟ عشان يقيم لي الحكم من الناحيه الفنيه، من ناحيه الشخصيه التحكيميه، من ناحيه اداره المباراه، من ناحيه القرارات، اللياقه البدنيه، كل ده. لو المقيم النهارده مش مؤهل يا كابتن محمد، يبقى انا النهارده بودي المقيم. بيحصل فيها مجاملات؟ نعم، بتحصل فيها مجاملات. لا النهارده انا بقول رساله لكابتن ياسر، هذا ملف خطير جدا جدا جدا. كابتن ياسر عندنا ناس خدت كورسات كويس قوي قوي قوي، الناس اللي معاها كورسات، وكل المقيمين فوق دماغي من فوق. انا يعني انا الاقسام اللي تحت ناس اكتر كمان يا كابتن. نعم، الاقسام اللي تحت اكتر كمان. انا عندي حاجه مهمه جدا، المباريات المذاعه انا كنت في لجنه الحكام، كان عندنا مراقب فيديو بيشوفها بالظبط. طب اقول لك على مفاجاه، انا كنت مسؤول لجنه الحكام ومسؤول الفني، كنت بحط على السيستم تقرير الكابتن ايمن، تقرير حكم الميدان وحكم الفيديو. حكم الفيديو بيبقى من لجنه. كانت في مباراه مهمه جدا جدا، حكم المقيم في الملعب ادى 9.5 درجه من 10 لحكم المباراه اللي في الملعب. اللي في الملعب هذه المباراه كان فيها ركنتين جزاء غلط، حاله طرد وهدف تسلل، المقيم ادى 9.5. احنا عندنا الفيديو طبعا شفناه، الحكم ده خد 6، انا اديته 6. لما اجي انا النهارده يجي لي التقرير بان الحكم خد 9.5، شفت المباراه. طب في مباراه ثانيه ما حدش يشوفها، دي اللي محتاجه مقيم يروح لها، دي اللي محتاجه مقيم. ما ده انا بقوله بقى، يبقى هنا عندي المقيم ده اهم شيء في عنصر التحكيم. طيب لو ما عندكش مقيم كويس، شخصيه كويسه ويقدر. طب ممكن سؤال ثاني معلش عشان خاطري؟ اتفضل. حضرتك محمد سيد، انت المقيم، مطلوب منك بعد المباراه بتنزل للحكم تقول له ايه؟ تقول له ما يجب تطويره، اداؤه عندك 1 2 3، طور هنا. طب لو انت ما عندكش القدره تقول له الكلام ده، طب اقول لك على اكتر من كده. حكم نزل بعد المباراه للحكم مقيم، قال له انت في الماده 12 انت طردت ليه؟ قال له طبقا للتعديل انا طردت. قال له لا مفيش تعديل، اول مره اعرف الكلام ده. المقيم بيقول للحكم انا اول مره اعرف يعني الحكم عارف التعديل والمقيم ما يعرفش؟ والمقيم ما يعرفش. بقول لك انا عشان كده بقول دي رساله للكابتن ياسر، وده ياسر حبيبي واخويا، ده ملف شائك كابتن ياسر. الملف ده مهم جدا جدا، يا ريت يبقى فيه ناحيه مش مشكله ان انا يعني اعمل نظام المقيمين لازم يكونوا دارسين يا كابتن القانون وفاهمين القانون، مهم جدا جدا جدا. طيب كابتن ايمن، نزلت راقبت ماتشات الفتره اللي فاتت ديت؟ لا، بعد ما مشي بعد طبعا كنت براقب، انا كنت يعني يمكن اخر موسم ليا ما كانش في مراقب في الدوري الممتاز في الملعب، اللي هو الموسم اللي قبل اللي فات يعني. تمام. فكنا 4 كان في 3 معايا، كنا بنراقب المباريات. انت يعني فيديو. انت ممكن تراقب بس عشان عضو لجنه؟ لا لا، فيديو. احنا كنا بكلمك على الفيديو. طب انا ما كنتش براقب يعني ملعب. انت بره اللجنه ما بتراقبش خالص؟ لا انا مراقب من ساعه بصراحه وجود ال لا حتى قبل كده، انا بتكلم لا قبل كده، قبل كده كنت راقبت يعني. لكن حتى في وجود محمد فاروق وابراهيم نور الدين اللي كان شهر اللي فات؟ لا 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 ما راقبتش الحقيقه يعني. ما نزلتش خالص. خلينا نتكلم في الحاجات دي. ليه؟ يعني هم حبايبي يعني، بس قصدي احكي لك ربنا يكرمهم ويوفقهم. لكن انا في امور معينه، هو الخلاف ما كانش جوه اللجنه بس، ده جوه اللجنه وبره. لا لا ما عنديش خلاف والله خالص خالص خالص. انا بعدت لظروف معينه، وانا كنت متحفز مكان ناس ما فيش مشكله. يمكن برضو عشان ابقى صادق، كابتن محمد فاروق قال لي مره كذا مره يعني، فقلت له بصراحه ما كنتش فاضي يعني وكده، فكنت بفضل ان انا اكون بعيد الفتره دي الحقيقه. طيب كلمه اخيره كابتن، احكي لك حاجه مهمه كده. طيب. بخصوص المراقب ماشي، وانا سريعا عشان وقتنا. في 2001 2002 كلفت باداره مباراه، اصعب مباراه في الموسم ده يا كابتن محمد، صعبه جدا جدا جدا، مباراه جماهيريه، مباراه النقطه فيها مهمه قوي قوي، قول زي ما تقول درجه سواء عاليه قوي قوي قوي. كابتن حسام رحمه الله عليه والكابتن محمود عثمان ربنا يا رب يرحمه، محمد حسام الدين الله يرحمه كان رئيس اللجنه، فكلمني تعالى مثلا انا عاوزك. فرحت اللجنه، قال لي عندك مباراه بعد يومين مهمه جدا 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 هتلعبها، الخطا عندك مش مقبول. انا بكلم بس على المباراه تمام. كبيره قوي قوي قوي، مش هقول الاسم. فالمهم سال لجنه التعيينات قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه مين المراقب؟ قال له فلان فلان. قال لهم هذه المباراه اللي راقبها كذا حكم يكون لعبها، لعبها يكون لعبها وحسب اجواءها. عارف مين كان مقيم؟ مين؟ رحمه الله عليه الكابتن محمود عثمان الله يرحمه. قال له ده بعيد، مشوار بعيد. قال لهم لا هيروح، لان هو بيحب التحكيم وعاوز المباراه تنجح. وفعلا المباراه نجحت وعملنا احلى مباراه.
مقيم ده يا كابتن ليك دور مهم جدا كابتن. اكيد اكيد زي تعيينات الحكام بالظبط. بالظبط كابتن ايمن دجيش انا بشكرك نورتنا وشرفتنا، والخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لا طبعا، وانا سعيد اني كنت معاك، وفي نهايه الحلقه بتمنى يبقى في دعم لجنه الحكام الموجوده والحكام المصريين أكيد. من الجميع أكيد. من كل فرق، وانا باذن الله عندي فاول كبير ان الفتره الجايه تبقى فتره كويسه للتحكيم المصري باذن الله ان شاء الله. كابتن نصر عباس انا بشكرك نورتنا وشرفتنا. بشكرك محمد على الحلقه الجميله ديت، وبرضك من خلال البرنامج احنا واقفين مع التحكيم، والنادي الاهلي واقف مع التحكيم، وكل الانديه مع التحكيم، وديك شايف حصل في السوبر مع الكابتن ياسر. احنا معاك يا ياسر تاني، بنقول احنا قلبا وقالبا معاك في الفتره اللي جايه اكيد، كل الدعم ليك وكل مسانده ليك وكل اللي انت تعوزه مننا احنا تحت امرك فيه. مظبوط، بشكر ضيوفي بالتاكيد، وزي ما قلت قبل كده واكدت كذا مره، قبل بطوله السوبر المصري في الامارات النادي الاهلي كان داعم للتحكيم ولم يستعين بتحكيم اجنبي، وبعد ما تم اقاله اللجنه داعم للجنه الموجوده لغايه ما يتم انتخاب مجلس اداره جديد، ولكن في النهايه احنا بننتظر النتيجة. اذا كانت النتيجة لم تكن على حسب الاداء اللي الناس كلها منتظراه يبقى لازم يكون في تغيير. اذا الناس بتنجح وماشيه بشكل كويس اكيد الكل هيكون سعيد بالاداء الفني لكل الناس اللي بتشتغل في مجال التحكيم. احنا في الختام بنشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبشكر كابتن نصر عباس كابتن ايمن دجيش، كلام مهم جدا اتقال في هذا الملف الشائك جدا اللي بالتاكيد كل فقره اسبوعيه هنتكلم عليه، لانه زي ما انتم شايفين التحكيم لسه فيه تفاصيل وكواليس ومشاكل عديده، حتى القائمه الدوليه ما كانش عندنا وقت نتكلم عليها، ولكن هنتكلم عليها الاسبوع اللي جاي، لان القائمه الدوليه بالمناسبه الاتحاد الدولي لغايه دلوقتي معلقها ولم يعتمدها وارسلها للاتحاد الافريقي لتقييم الحكام واعتمادهم دون الرجوع للجنه الحكام الرئيسيه، قضيه كبيره وقتنا للاسف ما سافعناش اللي احنا نتكلم عليها، ولكن اكيد هتكون معانا الاسبوع اللي جاي في فقره الفار. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.